بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل على حضراتكم جميعا. طالعين بدري معلش النهاردة، شوية في كتير جدا من المطالبات من جماهيرنا إن احنا نبكر في الميعاد. في ناس بتبقى بترجع من شغلها عاوزين يناموا، فبالتالي بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبكر في المواعيد ونجمع لكم أكبر وأهم الأخبار اللي موجودة معانا على الساحة. مجموعة من الأخبار المهمة جدا 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 اللي تخص النادي الأهلي، مجموعة من الأخبار المهمة جدا اللي تخص نادي الزمالك، النادي الأهلي بعد فوزه الكبير العريض امبارح على المقاولين العرب وتصدره قمة الدوري العام بلا منافس بلا منازع، ابتدى يستعد لمباراة النجم الساحلي يوم الحد اللي جاي بمشيئة الله تعالى، في مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. المباراة لا تقبل القسمة على اتنين، النادي الأهلي لازم يفوز بأي شكل من الأشكال. هناك الكثير والكثير من الأمور داخل جدران قلعة النادي الأهلي المهمة، الخاصة باللاعبين والخاصة بالراحلين والخاصة بالمستبعدين من جنة مستر فايلر، وقلنا عليهم الفترة اللي فاتت، انما الامور عمالة بتزيد يوم عن يوم، خاصة بعد ما اليو باجي ظهر في الصورة وتم الاعلان بشكل تفصيلي عن قيمة الصفقة بتاعته. ناخد اخبارنا كده واحدة، ناخد اخبارنا واحدة واحدة. طبعا كان في موقف امبارح جوه مباراة النادي الاهلي ما بين كهربا وكابتن فرقة كابتن احمد فتحي. كابتن احمد فتحي بصفته لعيب كبير من الاعمدة الرئيسية اللي موجودة في النادي الأهلي، بيبقى دائم التوجيه، أحد كباتن مصر كمان مش النادي الأهلي. كان في موضوع قبلها في مباراة طنطا بس ما حدش خد باله منه، إن بعد ما كهربا أحرز أحد الأهداف راح لأحمد فتحي اللي كان زعلان غضبان متضايق وحاول يصالحه جوه المباراة، اللقطة ديت بس ما حدش خد باله منها. واضح إن كهربا يعني كان رد فعله مش مقبول لأحمد فتحي. تدخل طبعا الكابتن وليد سليمان زي ما شفنا كلنا في اللقطات اللي جات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلاص يعني الدنيا اتلمت، الدنيا ما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل. وبيؤكد على هذا الكلام النهارده الكابتن احمد فتحي بنشر صوره ليه على تويتر موقع التواصل الاجتماعي بتاعه، يعني هو وكهربا قاعدين قاعده بلدي كده بيضحكوا بيهزروا، اللي هو بيدي رسالة للناس وما قالش ولا كلمة على الصورة، يعني ما هو بيقول لي رسالة للناس مفيش موضوع، فما تكبروش الدنيا، عادي جوه الملعب بنتكلم مع بعضينا، لعيب بيكلم لعيب ممكن يرد عليه، ممكن يزعل، ممكن يتضايق، كل ده وارد، يعني بيحصل في كل الفرق اللي في الدنيا، فمش عاوزين حد يكبر المواضيع ولا يكبر الايه الدنيا. فده طبعا، انما يعني موقف وليد سليمان او تدخل وليد سليمان في التوقيت ده هو دوت اللي كان يستحق الايه الشابو، يعني ان وليد سليمان بيخلص الموضوع على طول وبيجيب الصغير علشان يعتذر للكبير في الملعب قدام الناس كلها. طبعا كهربا هو الصغير سنا ومقاما وتاريخا وكل حاجة، واحمد فتحي هو الكبير والكبير جدا سنا ومقاما وكل حاجة في الدنيا. كابتن سيد عبد الحفيظ لا يزال بيدلي بتصريحاته النارية، بيضرب فيها في أماكن، هو فاهم عارف داعي بخبراته الإدارية الكبيرة جدا، هو بيضرب فين. عمل تصريحين يخصوا الاتحاد الأفريقي وإحدى وسائل الضغط على لجنة الحكام الأفريقية، وإحدى وسائل الضغط على الاتحاد الافريقي، لانه عارف كويس قوي، عارف كويس قوي الحجم الموقف الصعب اللي النادي الاهلي فيه. ولذلك احنا بنقول لكم حاجات ما بين السطور، صعب حد يقول لك الكلام ده، صعب حد يقول لك الكلام ده، ممكن البعض يتناوله من زوايا اخرى، انما هو النادي الاهلي الثابت دلوقتي انه موقفه صعب في البطولة الافريقية، ده قولا واحدا. النادي الاهلي لا بديل عن الفوز في اللقاءين اللي جايين او على الاقل ياخد منهم 4 بونت ولا كلمه. طب سيد عبد الحفيظ النهارده عاوز نزاهه تحكيميه على الاقل، ما بيتكلمش فيه يعني تحكيم يبقى تحت باطه.
يعمل ايه؟ يضغط على لجنة الحكام الافريقية. الضغط على لجنة الحكام المحلية بيبقى بطريقة، والضغط على لجنة الحكام الافريقية بطريقة تانية خالص. بيضغط عليهم ازاي؟ بتصريح. هو عارف كويس انه هيوصل لجنة الحكام، عارف كويس قوي انه هيوصل للاتحاد الافريقي، وعارف كويس قوي حجم النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مقر الكاف في مصر، عارف كل دوت وابعاده. فيعمل ايه الراجل؟ يطلع يقول انا بقيت اعرف الاخبار بتاعت الاتحاد الافريقي من وسائل الاعلام في المغرب وتونس، اشارة الى ان اغلبية الهيكل الاداري دلوقتي اللي موجود جوه جنوبية الاتحاد الافريقي مغرب، وابتدوا يجيبوا بعد كده توانسة، بس هو الاكتر مغرب. فبالتالي هو بيقول لا كده الاتحاد الافريقي اخباره بتطلع بره عن طريق المغاربه اللي موجودين فيه، وراح مدخل التوانسه في جمله مفيده، لان هو هيلاعب مين؟ هيلاعب النجم الساحلي التونسي. دي واحده، ده الضغط على الاتحاد الافريقي نفسه. الضغط الثاني انه بيقول ان الحكام وانا بلعب بره بيجيب لي اي حكام مش مصنفين، يعني ما هماش التوب، انما لما بلعب هنا على ملعبي بيجيب لي حكام الافضل. برضو بيضرب فين؟ في النوعية بتاعت الحكام اللي بيجوا، فديت برضو احدى وسائل الضغط التانية على لجنة الحكام. هل الكلام دوت مشروع في كرة القدم؟ طبعا كل العالم بيستخدم التصريحات الصحفية قبل المباريات المهمة والكبيرة والمصيرية وقبل البطولات في سبيل ان هو يحقق غاية فرقته، سواء بقى مدير كورة، سواء مدير فني، سواء لاعب، سواء كابتن فرقة، سواء رئيس نادي، كله. انما لابد ان التصريحات دي تبقى ماشية في الاتجاه ايه؟ المشروع، في الاتجاه المشروع، وكل واحد وخبرته، وكل واحد وحنكته، وكل واحد ودرايته بفرقته بتبقى عامله ازاي. برنامج طيب ماشي، يعني ناخد الخبر الثالث معانا. اتحاد الكوره بيوافق على حضور 10,000 مشجع لمباراه الاهلي والنجم الساحلي اللي هتقام في الجوله الخامسه يوم الاحد المقبل على استاد السلام. ويمكن انا بقول يعني 10,000 مشجع فيما يخص حجم المباراة وفيما يخص حجم الأهمية بتاعة اللقاء، لا قليل قليل. وبرضه هنتكلم في نفس الكلام ونفس العدد دوت فيما يخص نادي الزمالك، برضه العدد قليل، لا لازم العدد يبقى أكبر. النادي الأهلي في موقف صعب، النادي الأهلي محتاج جماهيره. واحد بيقول له هو 10,000 شوية، طبعا أنا لسه قايلها، النادي الأهلي محتاج في موقف صعب، النادي الأهلي محتاج جماهيره، النادي الأهلي محتاج المساندة المؤازرة. فبالتالي لابد ان العدد دوت يزيد، وهيبقى نفس الكلام برضه على نادي الزمالك. ولا بس لما نيجي نخش في الـ 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 الاخبار بتاعه نادي الزمالك. برنامج تاهيلي من مخطط الاحمال توماس بينيكل، مخطط احمال النادي الاهلي، لاليو باجي. طبعا ريني فايلر ادى توجيهات لتوماس، قال له يعني محتاجين الراجل دوت يخش معاك لمدة 5 ايام الاول في برنامج تأهيلي مكثف قبل ما يخش التدريبات الجماعية للنادي الاهلي. ده طبعا اكيد بتبقى فيه قياسات في الامور ديت، قد تكون تلك القياسات اظهرت ان اليو باجي في فروق في الحتة البدنية، ممكن بقاله فترة طويلة ما اتمرنش، انما هو الثابت دلوقتي ان في 5 ايام هيشتغلهم مع مخطط الاحمال قبل ما يخش جوه الايه؟ جوه التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. اليو باجي مكلف النادي الاهلي صفقته دخلالها في 100 مليون جنيه مصري. اليو باجي نادي الاهلي تعاقد معاه مع من رابيد فيينا النمساوي 4.5 مواسم، هيتم دفع مبلغ 2 مليون يورو للنادي النمساوي على اقساط تدفع في خلال سنة ونص،
فيما يعادل تقريبا 35 مليون جنيه. اليوباجي هيتقاضى من النادي الأهلي سنويا 700 ألف دولار، بتزيد بنسبة 50 ألف دولار سنوي. الموسم ده هياخد فيه 300 ألف دولار فيما تبقى منه، يعني في خلال ال6 شهور اللي هو النص ده، تمام؟ وبعد كده هو في مكافآت، لو أحرز أكتر من 15 هدف هيبقى فيه بعض المكافآت الإيه؟ الزيادة. هتقعد بقى إيه؟ جاي لك دلوقتي. عمرو مهدي بيقول لي أخبار صالح جمعة يا كابتن، جاي لك دلوقتي. بركان غضب يا عمرو، في بركان غضب في النادي الأهلي هنتكلم فيه بس بعد ما نخلص موضوع أليو باجي وقيمة الصفقة اللي هتتجاوز ال 100 مليون جنيه اللي هيدفعهم النادي الأهلي بالكامل في مجمل العقد، إيه؟ المجمل العقد بتاعه.